من الجيل ده للجيل ده في جيل الوسط، وحضرتك ليك معاهم يعني حوارات كتيرة يمكن بقت منتشرة دلوقتي. نعم. على السوشيال ميديا يعني. أحمد زكي. منهم؟ أحمد زكي. أحمد زكي. أحمد زكي آه، أنا كنت قاسي جدا لما قلت له إزاي تسيب هيثم طفل الله يرحمه أم الاتنين وتسيب الزوج زوجتك وتمشي ضال كده في الحياة، كنت قاسي جدا على فكرة. أنا كنت قاسي كمان على الأستاذ فؤاد المهندس. فؤاد المهندس أنت عايش لوحدك كده. بس فؤاد المهندس تعلمت منه شيء. بكى منك في الحوار. نعم. فؤاد المهندس قال لي الأستاذ سعد لبيب لما تعمل حوار مع حد ما تمدش إيدك عليه، لا تمد يدك على فنان. أنا لو هو ضيفك في الآخر يا أستاذ. أنا لا، عايز أقول إن أنا لو كنت كلمته وقلت له أستاذ فؤاد، كان قال لي نعم يا أستاذ مفيد. قلت له كنت عايز أسألك، معلش يا أستاذ مفيد خليها وقت تاني لما أخلص. إنما أنا نقرت فوق كتفه. التنقير ده غلط. زي بالظبط لما انا مسكت فانيلة محمد عبد الوهاب وقلت له معقول حد يلبس فانيلة شتوي في الصيف؟ غلط. ان امد يدي على ضيفي غلط. هذا في التلفزيون من الابجديات وقد تعلمت ذلك. نجلاء فتحي. نجلاء فتحي صار الناس بشدة لأنها جلست معي على الحشيش في أحد الحدائق. صار الناس وقالوا إنه ده مش طبيعي. ليه؟ فأنا قلت إنه طبيعية الأمور تقتضي أن يكون الحوار ليس فيه مبالغة ولا تصنع.